السلام عليكم متابعينا الكرام، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكل متابعي قناة عالم النحل أباي من الجزائر. اليوم هو الثالث من الشهر الثاني 2022 أو ثلاثة فيفري 2022. سنتحدث اليوم في هذا الفيديو عن كيفية شراء النحل وما هي الشروط، وكذلك ماذا يفعل أو ماذا يعمل النحال المبتدئ بعد شراء النحل. إذن أصدقائي الكرام، تشاهدون في هذه الخلية، أنا اشتريت خلية هذه التي أمامكم مبتدئ، أردت أن أعرف ما هي أو كيف أشتري هذه الخلية، متى أشتري النحل، وكيف أعرف أن الخلية سليمة وجيدة، وأن النحال أو الشخص الذي باع لي لم يخدعني في البيع. يعني هناك مشاكل دائما توقع بين الشاري والبائع في كل المجالات، يعني ليس فقط في النحل، لكن من خلال هذا الفيديو سنقوم بإعطاء بعض النصائح أو ننوه لموضوع شراء النحل. إذن أخي النحال المبتدئ، قبل ما تشتري النحل يجب أن تتعلم كيف تربي النحل أولا، ثم كذلك يجب عليك أن تشتري من يعني إنسان ثقة. وأولا يجب أن تشتري اللباس وكذلك المدخنة، هذه المدخنة وكذلك هذه هي العتلة واللباس، لباس كامل. إذا كنت يعني عندك خوف من النحل أو تخاف من اللسعات أو عندك حساسية، تشتري لباس يعني لباس كامل مع البوت وكذلك القفازات، ثم تبحث على النحل وتجلب هذه الخلايا. وأنصحك ألا تكثر من النحل، يعني في بداية مشوارك أن تشتري خليتين أو ثلاثة يعني كأقصى حد. تستطيع أن تربي النحل يعني في الجبال وكذلك في الأرياف وفي المناطق البعيدة عن الناس. في نفس الوقت تستطيع أن تشتري النحل أو تربي النحل فوق سطوح المنازل، ولكن بشرط عندما تربي فوق سطح المنزل يجب عليك اختيار أولا النحل الهادئ أو السلالة الهادئة، لا تكثر من عدد الصناديق مثلا فوق المنزل. لا يمكن أن تربي خلايا النحل فوق خمسة خلايا، يعني أربعة خلايا، ثلاثة، خمسة كحد أقصى. وتختار الوقت المناسب للفحص، يكون يعني مثلا في الربيع، يكون مثلا في الصباح الباكر أو في قبل غروب الشمس بقليل، يعني تكون الأولاد لا يوجد أطفال يلعبون أمام منزلك أو حتى أولادك كي لا تؤذي الناس. وكذلك في وقت جني العسل في الصيف دائما تفحص على النحل مع الظاهرة، يعني وقت ما الناس يعني تعمل القيلولة أنت تذهب للنحل وتفحص الصناديق. اليوم بدون إطالة، اليوم أنا اشتريت يعني كمثال اشتريت خلية نحل، اشتريت اللوازم، هاي اللوازم أمامكم، خلية يعني تفاهمت مع النحال أن يبيع لي الخلية بالصندوق، يعني الصندوق بسعر والخلية بسعر. أنت لما تتفاهم مع النحال تقول له بكم النحل وبكم الصندوق، يعني الصندوق إذا كان مستعمل هو راح يكون
بنصف السعر أو أكثر بقليل من النصف. والصندوق الجديد هو يعني الصناديق مثلا في الجزائر، الصناديق الخشب غالية الثمن خاصة في المناطق الشرقية للبلاد على عكس مناطق الوسط والغرب، وكذلك حتى في المناطق الصحراوية تجد أن الصناديق غالية. إذا قلت سعر الصندوق لوحده يعني الخشب هذا لا يدخل في سعر النحل، يعني سعر النحل لوحده وسعر الصندوق كذلك لوحده. أنت تفهم عن النحل تقول له أنا أشتري النحل فقط، عندي صندوق مثلا أو سأجلب صندوق، أو تقول له يعني أنا أشتري النحل وإذا تفضلت تبيع لي الصندوق كذلك الذي يوجد فيه النحل. والتفاهم على السعر هو أولا. مثلا سأفتح الخلية هذه، أنا جلبت الخلية هذه سأفتح لها عليها أمامكم للإخوة المبتدئين في تربية النحل، ولا تنسوا يعني الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس، يعني هذه دائما نجدها في الفيديوهات، فعل الجرس ولا تنسى الاشتراك في كل الفيديوهات، أصبحت ماركة عالمية. إذا هذه التغذية في الشتاء أنا نعطي العجينة، لكن أنت في الربيع وفي الصيف تعطيه المحلول السكري. المحلول السكري كيف هو المحلول السكري؟ المحلول السكري هو ماء مع إضافة السكر يخلط جيدا، يعني في الأول تدفئ المحلول السكري ثم تطفئ الموقد وتضع السكر. في الربيع وفي الصيف وبداية الخريف تكون المقادير بالشكل التالي: لترين ماء مع 1 كيلو سكر، تضيف نصف حبة ليمون للترين من الماء يعني من محلول السكر هذا. وكذلك نبه الحاجة برك، هناك من يقوم بوضع السكر فوق، يعني يضع السكر في الماء والموقد مشتعل، وهذا خطأ كبير، يعني السكر يفقد خاصيته ويحترق. لذلك يجب أن ندفئ الماء ثم نضع السكر، نخلط جيدا يعني لترين ماء مع 1 كيلوغرام سكر، نضيف قطرة ليمون أو لا نخلط الأعشاب كلها، أو نضيف مغلى الزعتر، مغلى الشيح، يعني كل عشبة لوحدها، الميرامية مغلى الميرامية كذلك، القرفة، قرفة يعني مطحونة درسين، وبعض الأعشاب المفيدة مثل النعناع، كلها أعشاب مفيدة للنحل. ولكن يعني في من الأحسن يعني التركيز على تغذية النحل بالمحلول السكري في الربيع بالليمون كما نقولوا هنا في الجزائر القارص أو الليم. هذا فيما يخص التغذية، يعني لأنك عندما تشتري خلية نحل تشتري خلية بأربعة أو 5 إطارات أو 6 إطارات، يعني لا أنصحك أن تشتري خلية ب10 إطارات لأنك راح تفقد السيطرة وبالتالي يتغلب عليك النحل. أنت صديقي أو متابع القناة، أنت نحال مبتدئ، تبدأ بالخلية التي بها 4 إطارات أو 5 إطارات حتى لا يقلقك النحل أو لا يغلبك أثناء العمل، وتبدأ بإضافة الشمع للخلايا، إطارة الشمع يعني تدريجيا مع مرور الوقت. مثلا نشوف هذه الخلية، هاي الخلية، هذه هي الخلية اللي شريتها إن شاء الله. شوفوا الخلية في إطار 2 3 4 5 6، هي من الأحسن تشتري من 5 و أقل من 5 أو 4 أو 3 أو 2، المهم لا يجب أن تكون الخلية التي تشتريها يعني فوق 3، بين 3 و 6. والشيء المهم كذلك تقول للنحال أنني أحتاج ملكة العام السابق أو العام هذا، ولا تشتري ملكات التي عندها يعني 3 سنوات و4. إذا كيف تشتري؟ قلت أنا اشتريت هذه الخلية هي ب6 إطارات على سبيل المثال. كيف يحسب النحل؟ النحل يحسب بهذا الشكل، يعني تشري إطار، يعني الخلية في إطارين عسل أو حبوب اللقاح، والباقي يكون حضنة وبيض أو يرقات، والملكة تكون موجودة. مثلا هذا الإطار يكون مملوء عن آخره على الجهتين، سعره مثلا
2000 دينار جزائري افرضوا، او 1800 دينار جزائري. شوف الاطار الثاني، هذا الاطار الاول، الاطار الثاني، الاطار الثاني ها يكون مملوء. هذا موش مملوء بالنحل، يجب ان يكون النحل على الاقل يغطي 80% من الاطار. هذا في حالة ما اذا شريت بالاطارات، يعني تفهمت مع النحل، يعني اغلب الناس تشتري النحل يتفاهموا بالاطار، يعني بالاطار احسن. ولما تشتري بالاطار تكون حضنة احسن من انك تشتري طرد باطارات بدون حضنة، حتى ولو كانت الملكة ملقحة. يعني تشتري تقسيم احسن من تشتري طرد خارج من التطريد الطبيعي. مثلا هذا اطار، اطار مملوء بالنحل، هذا اطار مثالي. مثلا الاطار هذا 1800 دينار جزائري. اذا عندي 3 اطارات، 4 5 6، يعني 1800 او 2000 دينار جزائري تضربها في عدد الاطارات يخرج لك سعر النحل بدون صندوق. احنا قلنا الصندوق النحل دائما يحسبوا لي وحده، يعني الصندوق ثمنه لوحده دونه لا يحتسب مع النحل. قلت من الشروط في الخالية تكون ملكة ملقحة، والملكة تسأل عليها، يعني إذا كانت عام 2021 أو 2022 أو حتى 2020، يعني عامين، يعني عندها عامين، يعني لو تحسب من الشهر الثالث 2020 حتى 2021 عام، ثم 2022 عندها عامين، أو تكون ملكة العام الجديد، يعني عام السنة التي تكون فيها، أو مثلا سنة 2022. نقول من الشروط الملكة تكون جديدة على الأقل، أو عمرها عام أو عامين. كذلك يجب أن يكون في الخالية إطارين فقط، عسل وحبوب اللقاح، والباقي حضنة وبيض. هذه من الشروط، لأنه الطرد فيه إطارين حبوب اللقاح، مثلا الطرد بخمس إطارات فيه إطارين حبوب اللقاح أو عسل، وثلاث إطارات حضنة مغلقة أو مفتوحة أو بيض. هذه كذلك من الشروط. التوصيل أو نقل النحل الذي تشتريه يكون هاي الحضنة المغلقة أمامكم، هذه الحضنة المغلقة، أين هي؟ هذه، شوفوا مع بعض دقيقة، نشوفوا الحضنة المغلقة، نعطيكم الحضنة المغلقة. إذا شوفوا حضنة المغلقة، هاي الحضنة المغلقة، هنا قليلة الحضنة المغلقة، قليلة. لماذا قليلة؟ لأننا مازلنا في الشتاء، لكن في الربيع تكون المساحة كبيرة، يعني تكون مثلا 70% أو 80% من جهة فقط هذه. والبيض نشوفوا مع بعض البيض، البيض قليل شوية هذه الأيام، احنا رانا في منطقة باردة، لكن في فصل الربيع في منتصف الربيع يكون حضن البيض تكون بقوة. ها مثلا هنا شوفوا مع بعض، تكون حضنة مفتوحة كما هذه، سمحوا لي لازم لي الدخان، لازم الدخان دائما اثناء الفحص لازم الدخان. انا راني لا استعمل قفازات، تعودت على ساعة النحل. دخنوا خين يكون هكذا، يكون فم المدخنة يكون متجه يعني افقيا كي لا يؤذي النحل. دخن بهذا الشكل،
مثلا هنا هنا هذه حضانة مفتوحة. هاهي هنا حضانة مفتوحة يعني يرقات. والبيض مهم من الشروط، قلت مثلا انا اشتريت قالية على 5 إطارات، من الشروط يكونوا 3 حضانة مفتوحة مغلقة او بيض، يعني واحدة فيهم ومعاهم 2 أو قرصين شمع، قلت قرصين من حبوب اللقاح او العسل. هذه من شروط شراء طرود النحل، قلنا يتم نقله يعني في الصباح الباكر قبل خروج النحل او مع غروب الشمس لما يرجع النحل السارح للخلية. الحذر يعني تشري نحل وتنقله في وسط النهار، في منتصف النهار وفي المساء، لان اغلب النحل يكون برا يعني خارج الخلية. الغلق كذلك ما ننساوش، وهنا يعني في بعض الحالات كثير يعني من الحالات تقع، هو النحال يقوم ب، قلت النحال يقوم بالغلق على الصندوق ولا يترك التهوية. وأغلب الحالات هذه خاصة إذا كانت المسافة بعيدة النحل يموت في الطريق، يعني لما يصل للبيت يجد النحل. نشوفوا مع بعض حضراتكم، نشوفوا شوفوا هنا في الباب من الأحسن الباب تغلق عليه بإسفنجة، أو من الأحسن بشباك، وموجود المساطر الخاصة بغلق الباب حتى يتهوى النحل. يعني لما تترك تهوية للنحل تمشي به حتى 200 كيلومتر، يعني يلحق أو تصل الخلية سليمة. إذا حذاري دائما، الغلق يكون بشباك، تستعمل البيناز أو الدبوس أو تستعمل المسطرة. دوك نشوفوا المسطرة مع بعض. هاي المسطرة توضع بهذا الشكل، يعني هي توضع في الأبواب لكي يخرج النحل من هنا، هذه الأبواب هذه، ولما تقلبها تصبح تستعمل لنقل الخلايا. هذه هي المسطرة بلاستيكية، هذه تستعمل للأبواب كي لا يدخل الخنفوس الذي يسرق العسل، وكذلك بعض الحشرات الكبيرة أو حتى مثلا الفئران لا تدخل. وعندما نقوم بقلبها نضعها مقلوبة تستعمل للنقل. هذه المسطرة هذه جيدة لتهوية النحل. تكلمنا على طريقة البيع، المالكات كيف تكون، وكذلك الإطارات كيف تحسب، وعملية نقل النحل. بعدما تقوم بجلب النحل تعطيه المحلول السكري، هناك غذيات يعني تضعها بالداخل. إذا قلت الغذيات يعني هي أنواع كثيرة، مثلا هذه موجودة لتوضع من الأعلى، هي من أحسن البيضة لتوضع من الأعلى. موجودة هذه تضع المحلول السكري هنا، وتضع عواد الزيتون أو عواد الشيح أو حتى شباك من البلاستيك كي لا يغرق النحل، وتضعها بهذه الطريقة. هاي موضوعة هنا. وفيما يخص الغذاء يعني بعد ما تجلب النحل تقوم بتغذيته. قلت تقوم بتغذية النحل بعدما قمت يعني بجلب الخلية هذه بعد 2 أو 3، تبدأ بالعمل، تضيف إطارات الشمع. إذا شفت بلي النحل يغطي كل الإطارات هو يحتاج إطار، تضيف له إطارات كما هذه ممطوطة بهذا الشكل، أو إطارات شمع الأساس، هي تباع بصفيحة كما نلاحظ هنا في هذه هنا، تباع شمع الأساس، يباع شمع الأساس. تضيف الخلية حتى تصل إلى 10،
بعد ذلك يا إما تضيف لها العسيلة وتهيئها للعسل، أو تبدأ بالتقسيم منها، يعني بعدما تصل 10 يا إما تضيف العسيلة وتقسم منها. هذا هو، هذه هي الشروط وكيفية شراء النحل. دمتم في رعاية الله وحفظه، إن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد. إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.